مساء الخير جميعا. كما وعدناكم إليكم تحديث حول قضية التأشيرات بعد إعلان الرئيس ترامب في 22 جوان. أولا، يعلق الإعلان الرئاسي إصدار بعض تأشيرات العمل لغير المهاجرين، ويمدد تعليق موظم التأشيرات للهجرة. إذا كان لديك حاليا تأشيرة صالحة فلا تتأثر التأشيرة الخاصة بك، على الرغم من أن الإعلانات الرئاسية الأخرى المتعلقة بالسفر والعبور عبر بعض البلدان قد تقيد السفر إلى الولايات المتحدة. وأكرر، التأشيرة الصالحة ما زالت صالحة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، مثل لزوج أو طفل مواطن أمريكي. هناك أيضا بعض الاستثناءات المحدودة، مثل لزوج أو طفل لمواطن أمريكي. ومع ذلك لا يمكن إصدار أنواع كثيرة من تأشيرات الهجرة الجديدة، بما في ذلك تأشيرات التنوع DV، في حين أن الإعلان الرئاسي ساري المفعول. إذا كنت من المختارين في برنامج DV 2020 بموجب الإعلان الجديد، لن نتمكن من معالجة طلب التأشيرة الخاص بك. وبالنسبة للمختارين في برنامج DV 2021، لا يمكن أن تبدأ مقابلاتنا الخاصة بتأشيرة الهجرة حتى يتم رفع القيود المفروضة في الإعلان. وأخيرا، إذا كان لديك سؤال حول طلب تأشيرة الهجرة الخاص بك، يجب عليك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني iv-dvalgiers@state.gov. شكرا لكم على صبركم، ونأمل أن تكونوا أنتم وأسركم بخير في هذه الأوقات العصيبة.